العميد. دونك فما بعض الأسئلة اللي تطرح، حتى رأى بعض المحللين اللي يشوفوهم يقول لك ربما ردت حزب الله بالطريقة اللي كانت قوسين وانتهت القصة من بين أسباب تحرك إسرائيل في الظرفية هذه والقيام بعمليات كبيرة جدا داخل الضفة. سيد العميد، ما تفعله المقاومة اللبنانية هو عين العقل. راهو نعاود الاستراتيجي الحقيقي، نعم، يجب أن يجد الطريقة المثلى لتدمير العدو. وشنية الطريقة؟ أما هجوم مباشر، هجوم مكثف أو استنزاف. الهجوم المباشر ماذا؟ شنو باش يجيب؟ هاي نصوروا احنا توا نعملوا كما البعض يرى أنه هجوم كاسح على الصهاينة كل شيء. أيوة. إيش باش يصير؟ أو إيش باش يصير؟ إيش قلت لك؟ رد بالك، باش يجي الغرب كل، الغرب كله بقواته ويعني كل ما عنده ويجتاح جنوب لبنان ويدمروا جنوب لبنان، لأنه من رابع المستحيلات أن الغرب يترك معناها المجال للتدمير الفوري وتدمير معناها المسلح للدويلة هذه، دولة إسرائيل اللي هي قاعدة متقدمة لهم. إذن شو الحل؟ الحل هو أن نجعل الحياة مستحيلة في الكيان، وهذا ما تفعله المقاومة اللبنانية. وسماحة السيد حسن نصر الله يخافوا منه، ليش؟ لأنه لا يفكر مثل بقية العرب بالعاطفة. هو استراتيجي ووضع مخططا معناها قادر أنه يفرك به وفكك به الكيان الصهيوني. كيفاش؟ على معناها على أمد متوسط ولا طويل المدى. ليش؟ لأنه يعرفوا العقيدة وقرأوا جيدا العدو الصهيوني وعرفوا عقيدته ويلعبون على هذه العقيدة، والنتائج ظاهرة. راهي قلت لك، راهو لولا الأمريكان والغرب لا زالت إسرائيل، لأنه راهو تشوف فيها الأموال المتدفقة اليوم والأسلحة والذخائر واللوجستيك وحتى أكلهم، راهو الكل اليوم بفعل فاعل، راهو يضخون كل شيء على خاطر إسرائيل أصبحت غير قادرة على إنتاج، لا على معناها منتوجاتها فلاحية وعلى يعني حياتها الاقتصادية وقفت. لولا هالترانسفيزيون هذه يعني نقل الدم نسميه من طرف الغرب والأمريكان، يعني شنو يلعبوا توا؟ يلعبوا المقاومة اللبنانية تلعب على صفرات الإنذار زي ما تدوي كل يوم في الكيان الصهيوني. الحياة الاقتصادية توقف بفعل تلك الرميات مرة بالكاتيوش، مرة بالصواريخ باليستية، مرة بالطائرات، ولكن بدون توقف. يعني رجعنا بعد تمت العملية، رجعنا للمربع الأول، جبهة إسناد ورميات متواصلة لجعل الحياة مستحيلة في الكيان. وهذا عين العقل. شوف شو عملوا تو من الجنوب الجيش اليمني ماذا فعل؟ شل الحياة الاقتصادية. السفن اليوم راهي تعمل دورة الرجاء الصالح، وحتى ثم بعض الدول الأفريقية وقفت السفن جاية لإسرائيل من جنب الآخر، يعني تعمل دورة متاع 4-5 مرات المسافة اللي كانت باش تقطعها. وشوف انت التكاليف وشوف كل شيء. شلوا الحياة الاقتصادية وشلوا المرفأ هذايا، الميناء الرئيسي في للصهاينة. شوف، ومن جهة أخرى استنزاف من طرف المقاومة اللبنانية. اليوم الكيان الصهيوني بين فكين متاع تمساح اللي هو تمساح المقاومة، فكين أطبقوا على الكيان الصهيوني، وإن شاء الله يدخلوا معهم إخوانهم في العراق ليصبح يعني الطوق كامل وتصبح الحياة مستحيلة في الكيان. وهذا هو الاستراتيجي الحقيقي، أني ندمر العدو بأقل التكاليف، معناها من نصرفش برشا، ما نخسرش برشا من أفرادي ومن قواتي، ولكن أستنزفك حتى العظم. وهذا ما يحدث. عندك حتى فعلا فكرة؟ شوف، تحب يعرف يحل القنوات الإسرائيلية وشوف الخوف لها، وكل من تصفر صفارات الانذار، وتشوفوا كيفش الراجل كان يتكلم معناها ينقل في الأخبار من شمال فلسطين محتلة، وكيف هرب جريا بسرعة المياه، معناها تقول انت عداء 900 متر. علاش؟ خاطر الرعب قلب فيهم، على خاطر حياتهم توقفت، على خاطر المدارس توقفت، على خاطر البنوك توقفت. راهو هربوا السياح وهربوا، يعني هل يسموه بالفرنساوية يقولوا هافر دو بي، كانوا قبل يظنوه، اليوم اصبح مكان غير آمن لا للمستثمر ولا للسائح ولا حتى للمواطن العادي. هذاك علاش اليوم الرأي اللي تقوم به المقاومة اللبنانية والجيش اليمني هو عين العقل، استنزاف معناه قطرة قطرة وبدون خسائر نحن وعلى المدى الطويل. مش معقول باش نجي نضرب ضربة ونخسر قواتي كل، خاصة انه صعيب راهو باش نطوروا اسلحة وحنا ما عندناش مصانع، احنا نجيبوا فيها من اسلحة من اصدقاء. اذا هذا كله هو عين العقل. وكفانا بربي نسمع ساعات تعليقات معناها كفانا
كفانا بلاهة وسذاجة وعنتريات. قعدنا في العنتريات، قعدنا لتو في عنتر مشدد وسيوف اللوح وسنعمل يا ولدي. لا راو اليوم اللي يحب ينتصر يستعمل العلم العسكري، يستعمل استراتيجية. نعم. ويفكر يفكر في كيف نضرب العدو في مقتل، وقد وجدوا الحل. واليوم بعد 11 شهر هل تمكن منا لصاين؟ ريت فاش نقصد انا. نعم. لازم نبني عليه شيء هذايا، نقولوا نفهموا كيف تمكن، معناها جمع قليل قوه قليله فيها 30,000 من الصمود 11 شهر قدام اعتى قوه عسكريه في المنطقه، ومعها الغرب الكل. مع الغرب الكل يعني. أيوة. هذه دروس مستفاده. اذا الدول اللي كانت عندها جيوش قوامها 2 ملايين و3 ملايين وكانت خائفه قبل، ما جاش الوقت باش نفكروا ونقولوا راهو بعبع، راهم مخوفين، راهم جبناء. لأن التوى في حياتي لم أرى مقاتلا يهرب من فأر. شفت معناها فيديو مضحك ويدل شكون هما هذوما، لما ترجلوا مرتين شفت، مرة فأر هرب معناها حظيرة كاملة، حظيرة قتال، هربوا من المنزل بمجرد خروج فأر. المرة الثانية لما تقاتل هؤلاء وجه لوجه مع 4 مقاتلين من 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 القوة الفلسطينية. كيف أن 4 مقاتلين تسللوا ودرسوا وهاجموا قوة متحصنة وجه لوجه بالبنادق فقط ودمروهم على آخرهم؟ هذا كيف يرى؟ نعم. واعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بأنه شهر أوت هو أقصى شهر منذ بداية الحرب. اللي يتسأل اليوم ما هو حال المقاومة الفلسطينية. نعم. وكذا، يعترف الجيش الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية أن شهر أوت كان أكثر شهر دامي منذ بداية القتال. انترجمها توا بمعلومات عسكرية، يعني أن المقاومة بخير رغم كل وقعة ورغم التخاذل العربي ورغم يعني. ولكن بصراحة كل ما قلناه بنسى أنا ثم على الأقل 4 حصص فسرت فيها خطأ الصهاينة الغبان تاعهم أنهم حطوا قوات متوقفة في نتساريب، وقلت أنه ستصبح لقمة سائغة، واتضح أنه الخسائر الكبرى للواء 16 الموجود في خط نتساريب. وما قلته بالضبط صار، لأنه فعلا. كيف أنا قائد عسكري أضعوا في معنى تياتر دوبيراسيون يعني مسرح عمليات نحط قوات متوقفة؟ صدقني خوفونا هذوما الصهاينة وهم لا يسوون شيء. والله يا رباب عسكريا وقياديا ناس فارغين. وانا ديما نرجع للقائد العظيم الجنرال رشيد عمار لما قال عام 2008 انتظروا اول حرب حقيقيه سترون انهم اجبن جبناء وانهم جيش ما يجي حد شيء. قالها في اجتماع ونسوا كلنا قاعد نغزر بعضنا. ماذا يقصد؟ قال راهم لما جيش يتدرب على رمي على مقارعه اطفال يرمون الحجاره سيكون مصيره اسود لما يتلاقى بجيش حقيقي. ولما تلاقى بجيش حقيقي اليوم في نعم. في شمال فلسطين وفي غزة ظهر بكشف شكون هو. بالله ألا يخجلون هالجيش هذا وقادته؟ ألا يخجلون أنه جيش قيامه 560,000 جندي وقيامه أكثر من 1500 دبابة وأقوى طائرات في العالم F-35 وعنده F-16 وعنده مسيرات الهرمس وعنده الأنواع وعنده مدفعية 155 بعيدة المدى وعنده كل شيء وعنده الغرب معاه وعنده أكثر أجهزة التجسس في العالم. وبعد أنا واحد من الناس أخجلوا مكانهم وقلهم والله لفيكم قطرة ماء وجه أنه قوة معناها وجنراليات ومش نعرف شنو تقارعون معناها في مكان مطوق من 4 جهات وبدون لوجستيك وبدون امدادات و11 شهر حافي القدمين ومن مسافه. اين ماء وجهكم؟ هل أيوة. انتم هل انتم ضباط؟ انا اتحدى ان تكونوا ضباط ولا حتى انتم درستوا في مدارس عسكريه، لانه الرفيع الميدان يدل على انكم اجبن واذل واكثر اقل جيش كفاءه شفته في حياتي. انا شفت دورت مع جيوش اخرى ونعرف ودرست في مدارس عسكريه كبرى. انا نقولها على مسؤوليتي. نعم. مريتش أضعف وأهون وأحقر ما هالجيش الإسرائيلي يخوفون به. حتى نتكلم على تنقلاتهم على الميدان لما تراهم كيفش يتنقلوا مضحكة الأمور مضحكة. أنا ندرب على الميدان ونعرف كيف يتنقل الجنود في مكان تدريب ولا في مكان قتال، شوفهم كيفش يتحركوا. والله أمور هزلية، كان يتفرج على فيلم هزلي.